يا رب قلبك. الشيخ ذيب ارحب. الذيب يقول لك في 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 قصيده للذيب ما ادري ايش اسمها. يا ذيب انا بوصيك لا تاكل الذيب يا قلبي. هذا كم واحد ازعجني فيها. بس المشكله يا ابراهيم لا لا جديد جديد ابراهيم. المشكله ان اللي يقولها لي ما يكمل بيت بيتين اذا تجمل بيتين بس. يا ذيب انا بوصيك لا تاكل الذيب كم ليله عشاك عقب المجاعه ويوقف على كذا. انت شاعر؟ لا ماركلو. طيب من اللي شاعر عندنا هنا؟ ما في. يمكن ابو زيد والله اتوقع عسيفي اللي هو ارسل. عسيفي ارسل لوين هذا؟ والله عرفت يمكن عنده دوامين. هذا عسى مو بالسيفي ذا. هذه ملف كلها اناشيد. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقك يا رب ويسر امورك. الشيخ الشيخ ذيب سلمت. ذيب 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 الشمري ها؟ لا ذيب ال مبارك. شلون؟ ذيب ال مبارك. ونعم والله ونعم ونعم من هالحايل. مالك لوع؟ من وين؟ من هالنجد. من قحطين نجد. ونعم ما شاء الله. ما ادري في واحد يشبه لك شمري معكم صح؟ صح. اي الله الله. هم اخطاوا في الاسم. اي ما شاء الله تبارك الله عليك. شلونك يا شيخ ذيب؟ والله بشر. من اول لبى قلبك. زي الفل. انت ساكن في الرياض صح؟ ابشر. يعني مجال عمل. الزميل اجى في الرياض. ما يحتاج. ها؟ اقول لك انك ما ودك. لا لا عادي والله يشرفني. عادي يعني. ابشرك وتبثرني ان شاء الله. يعني خلاص من اليوم رايح الزماله. الرياض من قبل ولا تستمر ان شاء الله بعد؟ لا لا يا رب بعينك الله يطول بعمرك. لا لا ليش؟ لا ان شاء الله نبغى على ما قال عزمك على مطعم تعزمني. الله يسعدك. والله يشرفنا. والله يشرفنا. خوت اللي مثلك وشروا نطفش من بعض ونطاق ونسلم مشكله. ما يحتاج. قلبك يا شيخ. شيخ ذيب. ذيب ايش؟ ذيب ال مبارك. ونعم الله ونعم الله يطول بعمرك يا حبيبي. الله يسعد قلبك. تخصصك او موهبتك او او شيء يعني تقدمه في ال والله جاي على بتاع كله. تمثيل؟ تمثيل لي في التمثيل مع اني كذا ماني بحب التمثيل لكن مثلت مره وشافني ناس لهم في المسرح قالوا ما شاء الله تبارك الله والله انك تتفوق علينا عندك بعض اللمسات عندك بعض الحاجات فقلت انا اقول دائما لبعض الشباب لا تستمر على طريق واحد شوف نفسك يمكن عندك مواهب مدفونه صح اقول لي شفت انا في بطاطا او بالاصح يمكن عندك لمسات ما تكون يعني موهبه تصل حد الموهبه بس عندك يمكن بعض اللمسات الجميله ما شاء الله تبارك يمكن الله. تشتغل عليها يمكن تقعد على عفويتك كذا وتستمر تعجب نظر بعض الشباب انت ما شاء الله تبارك الله يعني الان تقول انا ممثل وش بعد مدلعنا ذا بال شو اسمه هلا سمع الشغله وبعض الاحيان اغرد ما قالها بعض الاحيان اغرد بالصوت الصوت ما شاء الله تبارك الله انت من فين من القاهره من بتاع كله ما شاء الله تبارك الله ايوه ما شاء الله تبارك الله من القاهره لا 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 ما شاء الله تبارك الله والله انك مبدع الله يسعدك وابي اسمع منك مقطوعه كذا زي ما سمعت من الشباب تكفى تعريفيه عن صوتك ابترست بالتفاح اللي اعطاني ابو زيد يا لب قلبك ابو زيد انت مقطعها بسكينه بصل صح؟ ابغى سكين معيش منتج حقيقي البصل كلها بصل معيش منتج حقيقي بس كلها بصل الله ماش يمكن عشان شام ريحه البصل يعني شل هوايه تقطيع البصل التفاح شلها من السيفي حقك طبعا اخوي ابراهيم بتغزل في فيني 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 لا تبعد من هنا لا في محبوبة الدجاجه يلا خذ راحتك عشان بعض الاحيان يعني يجي بيني وبينها مشاكل وكذا يلا روح يا ذيب اي ذيب بس روح يا ذيب شوف كيف سوت معي خلاص بيض الله وجهك بيض الله وجهك تغزل بيض الله وجهك تقدر تحطني مع الدجاجه تغزل فينا مره واحده والله انت تستاهل القصيده لحالها اي بعلمك انا لا راضي مع الدجاجه اسلم يا شيخ ذيب ترى فيها غيره بعد لا يغرك والله والله اسلم طيب حبيبي لا تنهت يوم جيت استاذنك بروح دخيل امك وبيك وجع لمن جابوك في الجنه ترك تزيد همي هم وتزيد الجروح جروح تحرمني من اللذة وتجبرني على الونة وتحرمني من الضحكة وتجبرني على الونة الله الله والله بطل ما شاء الله تبارك الله, الله واضح عليك من 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 الإيحاءات اللي يعني عيونك ووجهك وكذا انك ممثل بطل فهمت ما شاء الله تبارك الله فهمت يعني ممثل قادم يعني
تجود يا حياة الفهد تراجيدي لا حياة الفهد حزينة حزينة الله يرحمه.